بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أحبتي في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط. إذا كنت متابع الفيديوهات السابقة فهذا شيء جيد جدا، إذا ما كنت متابعها لازم ترجع إلها، أو إذا أنت جاي لهذا الفصل راح نتكلم اليوم عن الفصل الخامس. قبل أن نبدأ بالفيديو أحب أشوفكم طريقة الوصول إلى قناتنا. مجرد ما إذا كنت فاتح من الحاسبة أو من الموبايل أيضا طريقة نفسها، أنه تروح لليوتيوب. مجرد ما تدخل لليوتيوب يوديك لمحرك البحث باليوتيوب، تكتب ميثم سرحان إذا تريد تكتبها بهالشكل هذا، أو تكتبها باللغة الإنجليزية كيفك، الخيارين لك. مجرد ما تضغط عليها راح يوديك للقناة، تلقى هذه الصورة ميثم سرحان. أول شيء تسويه الاشتراك بالقناة، بعدين تفتح القناة حتى يوصلك كل جديد. تروح القوائم التشغيل، هذا أول شيء يطلع لك الفيديو الترحيبي. قوائم التشغيل راح تلقى مجموعة من القوائم، أنت إذا تبحث عن صف الثالث المتوسط أو شرح كتاب السادس الإعدادي أو السادس الابتدائي. فالثالث المتوسط، بالنسبة للثالث المتوسط مثلا ندخل على قوائم التشغيل راح يشغلك الدروس كلها بالتساوي من البداية إلى النهاية طبعا، وبإمكانك مشاهدتها والرجوع إلها وأيضا حفظها. بس لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. خلونا نبلش بالبيج رقم 44 اللي هي كتابك، يكون إن شاء الله أمامك عزيزي الطالب، والكراسة أيضا لأن راح نحل بعض التمارين. الصفحة بيج نمبر 44 watching the match، مشاهدة اللعبة أو الماتش، هو يعني الجيم أو اللعبة اللي مثلا خاصة بكرة القدم. What look at the pictures، باوع الصور. What sport are they used for، يقول شنو هذا اني منطينا صور. هسه راح نروح لهن، بس قبل لا نروح لهن راح ناخذ موجودة امامك بالكتاب، راح ناخذ الكلمات ونترجمها حتى نشوف معانيها. الصور موجودة، الادوات اللي تستخدم بالرياضات. بادمنتون هي كرة الريشة، باسكتبول اللي هي كرة السلة، وبيسبول كرة المضرب، فوتبول هي رياضتنا المحببة بالعراق كرة القدم، رانينج الركض، والتنس كرة التنس، وتيبل تنس اللي هي كرة احنا نسميها المنضدة. اوكي، هذه اللي خلوها بالنص، يا رياضة نستخدمها للتنس، هي الشبكة. الجول المن نستخدمه يعني بيا رياضة يستخدم، ويا الفوتبول، ونمبر 3 البيدمنتنز اللي هي كرة الريشة. اوكي، اللي يستخدموها للريشة ايضا تستخدم بالفالي بول، ممكن يعني هذا بهالشكل هذا. نمبر 4 is basketball، and نمبر 5 table tennis، هذا البات يسموه table tennis. اوكي، نمبر 6 is for tennis، نمبر 7 is these are trainers نسميهن او شو، they're for running، and then we have البول which is we use it for football. okay، and number 9 is همين trainers or shoes for football، and then we have this for baseball. okay، طبعا هذين الكلمات موجودة عندك بالكتاب. هذه أول بداية الفيديو. بعدين راح يجينا يتكلم بالكتاب عن البنية اللي اسمها سارة. Read what Sarah says، اقرأ ماذا قالت سارة. Then، ومن ثم، talk about yourself، ومن ثم تحدث عن نفسك. احنا مثل ما نوهنا انه الكلمات اللي بداية الفصل راح تبدي يعني كل شوية ترجع لك بالكراسة وترجع بالكتاب، انت لازم شنو تحفظ ذن الكلمات اللي موجودات ببداية يعني بداية كل فصل. اوكي، فعندنا سارة. سارة تحكي عن نفسها. I often watch sport with my family، تقول أنا غالبا ما أشاهد السبورت اللي هي الرياضة، with my family مع عائلتي، and friends والأصدقاء. I like football best، I like football best، أكثر شيء تحبه سارة هو الفوتبول. مثلا أنت يعني متريد تحكي باللغة الإنجليزية وشوفك فد واحد ويقول لك what's your favorite sport،
ما هي رياضتك المفضلة؟ تقول I like football, okay? أو I like basketball. I sometimes get very excited. بعض الأحيان أنا شنو أتحمس جدا. I get very excited. Excited متحمسة جدا. I jump up and down. أقفز عاليا وأسفل. يعني تقمص تقوم. شو وقت؟ When my favorite team scores a goal. عندما فريق المفضل favorite team scores أخذتوها يمكن بالفصول السابقة scores يهدف okay goal طبعا هاي ملاحظين الحالة مشجعي كرة القدم يقوم يقمز من هدف ويتحمس باللعبة get very excited okay أنت يعني إذا كنت من محبين كرة خاصة يعني هاي الحالة تكون عندك the last match آخر مباراة I watched was آخر مباراة يعني شاهدته the last match I watched أنا شاهدته was very exciting كان يعني محفز جدا أو مثير للاهتمام okay my favorite team won 4-1 فريق المفضل team my favorite team won يعني win بالمضارع won ربح 4-1 okay فريقي ربح 4-1 زين هذه شغلة نروح الآن للكراسة نحل التمرين B okay التمرين B complete the conversations يقول كملنا الكلام You can use same word more than once. يعني تقدر تستخدم الكلمات أكثر من مرة. Okay. علي, did you go out last night? هل خرجت يا علي ليلة البارحة? Go out. يخرج last night ليلة البارحة. وديت بالماضي. شرحنا الماضي البسيط. وقلنا الماضي مجرد ما تضيف لإيدي. والأداة المساعدة اللي تستخدمها للماضي هي did. Did you go out last night? هل خرجت البارحة؟ وضروري جدا من تحجون انجليزي خاصة اللي يريد يطورون انفسهم باللغة الانجليزية اخوان شبابي ولدي اللغة الانجليزية جدا مهمة لكم بحياتكم يعني هسه انت ثالث متوسط اذا ضبطت الانجليزية ان شاء الله يعني بالسادس ما تكون عندك مشكلة فخلي نظرتك بعيدة سافر فد يوم وظيفة يطلبون من عندك لغة انجليزية هسه هواي اكو ناس كبار تريد تتعلم فانت استغل هاي الفرصة واحدة من الشغلات يعني من تسأل سؤال Did you go out last night? سوي على شكل سؤال يعني الرذم يسموه اللحن مال الكلام اوكي فاضل أو فهد sorry no I didn't يسألك بديد جيب ديد يسألك بكان جيب كان يسألك بدو جيب دو يعني ورا مثلا خلنا نقول do you go out every night no I don't إذا سألك بدو جاوب بدو هنا ديد did you go out last night no I didn't okay علي What did you do? ما الذي فعلته? What did you do? I watched Liverpool on television. شاهدت لعبة ليفربول. شاهدت أو ليفربول الفريق on television اللي هي بالتلفاز. علي. Who did they play? مع من لعبوا? Who men? Did they whom play? لعبوا ويا من? فهد. Everton. ويا نادي Everton. علي. Did they win? هل ربحوا? No, they didn't. They lost. هم خسروا. لم يربحوا. No, they didn't. They lost. علي, what was the score? فهد, علي طبعا ما ترجمناها. What was the score? ماذا كانت النتيجة? It was 2-1 to Everton. 2-1 to Everton. يعني Everton 2-1 ليفربول اوكي هذه طريقة الكلام عن اللعبة والألعاب بصفحة 59 وصفحة 60 سي يقول think of a score for two football games احنا هسه شفتوا النتيجة شلون قلناها
انه هذا الفريق، وانتم شايفين اللي متابعين كره القدم يشوفوها، انه عندنا فريقين، لوحه مال فريقين، تيم وتيم، تيم فريق وفريق، والسكور هنا اوكي. انت تعرف هاي هاي النتائج اللي هنا لهذا الفريق، هاي النتائج، هذه النتيجه لهذا الفريق اوكي. فهو شو يقول؟ يقول مثلا هسه اللي يتكلم علي ليفربول وايفرتون، 1 فور ليفربول اند 2 فور ايفرتون اوكي. هو يقول يعني سوي نتيجه من عندك اوكي فريق. فاحنا هنا ايش كتبنا؟ كتبنا ريال مدريد وبرشلونه اوكي. فريال مدريد 1 برشلونه 4، هسه يسالون علينا اللي يشجعون ريال مدريد اوكي. الى هذا ذكرونا من التعليقات، خلينا نشوف يعني منو اللي يشجع ومنو اللي ما يشجع اوكي. سو هذه الطريقه اللي نسوي بها يعني لوحه النتائج اوكي. فالان عندنا الصفحه 45، رجعونا للكتاب من بعد الكراسه، وعندنا قطعه راح نتكلم نشرحها وننطي معانيها وناخذ عليها ايضا سؤالين من الكراسه. طبعا احنا بيونت 5 اكيد مو vocabulary. well known famous، well known يعني شخص مشهور معروف اوكي. well known famous. dentist اللي هو طبيب اسنان. born ولاده. treat يعالج. patient patient مريض. decade decade متسوس. pull out pulled out يعني هو هنا مستخدمه كفعل يعني يقلع. gum اللثة. bleeding ينزف، طبعا واحدة من الأشياء السادسة إعدادي تلقى كلمة bleeding. resumed استأنف. method طرق أو طرق يعني methods هنا بالاس. participated يشارك. workshop ورشة عمل. dental clinic عيادة أسنان. و equipment اللي هي الأدوات، أدوات شغل يعني. offer free عرض مجاني أوكي، يعرض يعني فتشي قدمه مجانا. زين من هي هاي البنية؟ نوال رمزي talks to the Iraqi morning news. نوال رمزي تتكلم إلى جريدة الصباح Iraqi morning news أوكي. فنوال رمزي راح ناخذ عندك ال 45، خلينا نشوف نوال رمزي والكلام اللي جرى بينه وبين التقرير يعني المراسل اللي جاي يحكي وين بجريده الصباح. ريبورتر اللي هو المراسل. جود مورنينج صباح الخير. توداي اليوم. وي ار توكن سوف نتكلم. تو ذا ويل نون دينست سوف نتكلم مع المشهور اللي هي طبيب الأسنان المشهور، شو اسمها؟ دكتور نوال رمزي، وهي نوال رمزي. دكتور رمزي first of all، دكتور رمزي، دكتور رمزي يعني ناداها بالاسم الأخير في البداية. first of all where were you born، أين ولدتي؟ where were you born. دكتور رمزي I was born in Mosul، أنا ولدت في الموصل. reporter What were you doing? What were you doing before becoming a famous dentist? ما الذي كنت تفعلينه؟ Doing before قبل you are or you become a famous تصبحين famous مشهور dentist طبيب أسنان مشهور. دكتور رمزي طبعا هي البنية. Well, I was already a dentist. أنا كنت مسبقا يعني طبيبة أوكي، يعني من كنت مشهورة وأنا كنت طبيبة. and طبيبة أسنان احنا نتكلم هاي رمزي. and ومن ثم I was reading a lot at home، كنت أقرأ الكثير في المنزل. I was reading a lot at home and keeping in touch with a large number of dentists in different countries. I was reading and keeping ومستمرة، تقرأ ومستمرة. in touch in touch يعني على تواصل. ويا من؟ with a large number of dentists يعني مع العديد يعني عدد كبير. large number رقم كبير من الأطباء يعني الأسنان. in a different countries around the world في مختلف بلدان مختلفة
different countries بلدان مختلفة around the world حول العالم. Reporter reporter يعني هو أبو التقرير أو الصحفي. I see أنا أرى. So what changed your life؟ ما الذي غير changed your life؟ ما الذي غير حياتك؟ دكتور رمزي. One day I was treating a tooth. في يوم من الأيام I was كنت treating أعالج شنو؟ A tooth اللي هو سن. For one of my patients لواحد من مرضاي patients. It was badly decayed وكانت جدا شبيه متسوسة. And needed to be pulled out ولازم كنا شنو لازم كانت تشيله. واحد من مرضى كانت تشتغل يعني علي و يعني السن مالته كان مسوس يقول فلازم يقلع كان pulled out لازم نقلع. Everything was fine كل شيء كان على تمام. But ولكن all of the sudden فجأة the gum started bleeding بدت اللثة شنو الجام started بدأت bleeding تنزف. I tried أنا حاولت and tried وحاولت until I finally succeeded حتى في النهاية شبيه نجحت in stopping the bleeding في إيقاف الدم. I resumed my work again. I resumed my work again. وبدأت باشرت بعملي مرة أخرى. استأنفت. It was losing for me to work hard. It was a lesson for me to work harder. كان درس لي أن أعمل بجد. And find newer. وأجد أحدث. أخذناها هاي الصفات المفاضلة أو المقارنة. Find newer أجدد. Smarter أذكى. Methods طرق to treat bad teeth لأعالج الأسنان السيئة. أوكي تقول هذا lesson كان إلي درس حتى أتعلم شنو أنه أعمل بجد وأجد طرق جديدة وذكية لمعالجة الأسنان السيئة. Bad teeth tooth teeth. Alright. Reporter. Well, المراسل. What happened then? What happened then? ما الذي حصل بعدها؟ Dr. Ramsey. I participated in different workshops. شاركت participated in different. في مختلف workshops. ورشات عمل. قامت تشارك بورشات عمل. عمل sorry. On using lasers in dentistry. باستخدام الليزر في يعني صناعة أو يعني طبابة الأسنان. I opened a large new dental clinic وفتحت عيادة large كبيرة ونيو جديدة dental clinic عيادة أسنان using modern equipment باستخدام المودرن الحديث modern alright equipment أجهزة حديثة to make my work more successful. ليش هي فتحت to make لكي اجعل my work more successful اجعل عملي اكثر نجاحا. رسالة المراسل reporter. Are you happy with your work now? هل انت سعيدة? Are you happy with your work now? هل انت سعيدة بعملك الان? Oh yes, very happy. نعم انا جدا سعيدة. Because ليش? لأن I'm helping people لأني أساعد الناس. هذا اللي جاي نحاول إنه إحنا نوصل إليه من خلال هذه الفيديوهات اللي تأخذ وقت طويل من عمرنا وبالإنتاج والمونتاج والشرح حتى شنو helping people in my city أساعد الناس في مدينتي to have healthy teeth لكي يكون لديهم أسنان صحية. I also وأنا أيضا offer free أعرض مجانا treatment أعالج مجانا treatment معالجة to poor families للعوائل الفقيرة and to the families of Iraqi soldiers وعوائل الجيش الجنود العراقيين
reporter now والآن show me the new equipment دعيني أرى الأجهزة والجهاز الجديد that everybody is talking about الذي يتكلم عنه الكل. أوكي لحد الآن page 45 45 إحنا كملنا القطعة. ننتقل لصفحة 61 بالكراسة. يريد يكو عندنا طبعا أجوبة ومنطينا كلمات متفرقة ويريد من عندنا نسوي أسئلة. طبعا مثل ما تعرفون انه الأسئلة دائما هو منطينا الجواب مثل ما تشوفون 61 تمرين بي. الأسئلة انت لازم دائما يكون عندك السؤال يعني يبدأ بأداة السؤال. أداة السؤال اللي هي what ماذا where أين أو how كيف أو what مثل ما قلنا ماذا أو who من. هذني الأدوات لا ودائما يجي وراهن شنو يجي وراهن فعل مساعد. طبعا احنا شرحنا هذا كاملا بالفصول السابقة اللي يحب يرجع أيضا هناك موجود من تكلمنا عن المضارع البسيط والمضارع أيضا المستمر. فأدوات السؤال بالبداية هو ايش منطينا الجواب مثل ما تشوف الجواب اللي هو جوه اللي هو يعني اللي هو جوه الفراغ. She was reading a lot of a lot at home and keeping in touch وتبقى على استمرار with other dentists okay حول العالم. فاحنا شو نقول السؤال يكون بهالصيغة what was نوال doing ما الذي كانت تفعله نوال before she become a famous dentist اللي هو السؤال اللي وجهه إلى ما الذي كانت تفعله نوال before she قبل أن تكون famous طبيب أسنان مشهور. رقم 2 what changed نوال's life ما الذي غير حياة نوال. أوكي فنقول what changed نوال's life أوكي هو نفسه يعني ما تغير فتشي به بيل عنده. طبعا اللي غير حياته هو مكتوب بالكتاب A bleeding gum لثة نازفة اللي هي كانت تنزف. أوكي اللي وراها رقم 3 What Nawal do next ما الذي يعني هو يريد من عندنا شنو. طبعا الجواب اللي يعني بعد ما صارت هذه الحادثة عندها نوال سوت قالت أنا شاركت بيش بورش عمل كثيرة. She participated in workshops هي عملت اشتركت في workshops اللي هي ورشات عمل on using lasers لاستخدام الليزر in dentistry في صناعة أو طبابة الأسنان. أوكي فالجواب يكون what did Nawal do next what did Nawal do next. هو مثل ما تلاحظ يعطيك الدو بصيغة شنو بصيغة الـ يعني المجرد صيغة المجرد الرئيسي الأساسي. أوكي فأنت بهيج حالة شنو لازم تشوف السؤال أنت تسأل عن ماضي إذا عن ماضي دو شو صير الصير did. أوكي What did Nawal do next ما الذي فعلته نوال يعني بعدها سوت نوال. زين السؤال الرابع منطينا شنو What Nawal's new clinic like النيو كلينيك يعني الكلينيك العيادة الجديدة تشبه شنو النيو كلينيك. The new clinic الجواب مالته is large and uses modern equipment كبيرة وتستخدم الأجهزة الحديثة modern equipment. فش يصير يقول what is Nawal's new clinic like هاي يعني مجرد ترتيبه بهالشكل هذا. رقم 5 عفوا how she طبعا how the modern equipment help how the modern equipment help شلون ساعدتها المودرن it made her work more successful هي الجواب اللي جاوبتها انه هي قالت الأجهزة الجديدة خلتني اكون ناجحة اكثر. فجوابها how did the modern equipment عفوا سؤالها how did the modern كيف ساعدت الأجهزة الحديثة ساعدتها أو ساعدت نوال how did the modern equipment help her. 6 who Nawal's offer free treatment to المن تنطي نوال المجان العلاج مجانا.
فجوابها طبعا الجواب بالكتاب it made her work طبعا poor families sorry poor families and the families of Iraqi soldiers للعوائل الفقيرة وعوائل الجيش العراقي who is Nawaz offer free treatment هذا يكون الجواب. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، إن شاء الله نلتقيكم في فيديو آخر إلى أن نكمل الكتاب كتاب الثالث المتوسط. تعليقاتكم ممكن تراسلونا على ميثم سرحان اللي هي على الفيسبوك ميثم سرحان، على اليوتيوب ميثم سرحان، وأيضا ميثم سرحان على الانستغرام، وممكن أن تسألون أي أسئلة ببالكم. شكرا لكم وفي أمان الله.